خلينا ننظر بقى ما حدث ما بعد مباراه المنتخب الاولى والذهاب الى ليبيا. الذهاب الى ليبيا كان بطياره خاصه واجهاد كبير على اللاعبين خصوصا محمد الشناوي، وانا خايف على عمرو السوليه بصراحه. يعني انا برضو عايز اقول لحضراتكم ان انا خايف على عمرو السوليه، لان محمد الشناوي وعمرو السوليه لعبوا مباريات كثيره جدا 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 سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. فمحمد الشناوي معرض جدا للاجهاد، الاجهاد ده محتاج ان انت يبقى عندك دايما ريكفري بسرعه وريكفري واضح عشان تقدر تشتغل على المباريات بشكل او باخر. المهم ان انت تلعب المباراه، لكن ما قبل المباراه محتاج ان انت تخش تقعد في ثلج. في اجهزه كثيره جدا في غرفه ملابس النادي الاهلي، وطبعا مع منتخبنا الوطني في اجهزه كثيره جدا بتساعد على رجوع فورمتك بسرعه وان انت تاخد اكثر وقت راحه علشان تقدر تلعب في المباراه. الحقيقه ما حدث بعد مباراه يوم الجمعه ان الكل كان مبسوط ان منتخبنا فاز والدنيا كانت لطيفه وكل حاجه كانت كويسه. اما سالت برضه ما بعد المباراه ولما كان اللاعبين في ليبيا وكانت المباراه الثانيه في ليبيا، لما سالت المجموعه اللي كانت موجوده او المصادر بتاعتنا اللي موجوده قالوا لي لا، ان يعني الشناوي والحضري بيتعاملوا عادي جدا، مدرب وحارس مرمى، المدرب عايز حارس المرمى ينجح وحارس المرمى عايز ينجح علشان بلده وعلشان يفضل هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر لاطول فتره ممكنه. البعض فسر او بيتقال الحقيقه وان البعض فسر الكلام اللي حصل ما بين الشناوي وعصام الحضري ان هو كابتن عصام وكابتن شناوي ان هو اتخانقوا، وعصام يعني الشناوي بيقول له انا مش قلت لك ان انا مش هقدر وانت اصريت ان انا العب. ده الكلام المتداول الحقيقه. ولكن لما برضه سالنا، لانه انا لازم اطلع اقول لحضراتكم الحقيقه، والحقيقه دي انا بعرفها، انا ما كنتش موجود في اللي حصل، ولكن الحقيقه اللي حصلت او اللي بتتقال لي مش من مصدر ولكن من واحد واثنين وثلاثه واربعه، مش عايز اقول لحضراتكم وخمسه ويمكن اكتر، والكلام كله كان واحد، مش ممكن يكونوا مرتبين الكلام مع بعض يعني. فالكلام كله كان واحد، ان هناك بعض الامور اللي بتحصل في التمرين عادي، امور بتحصل في التمرين ما بين المدرب وما بين اللاعب، ما بين مدرب حراس المرمى وما بين حراس المرمى اللي بيشتغلوا معاه، وبالتالي الشناوي قد يكون ان هو حس بحاجه فقال بس ما اصرش ان هو يعني عمل عليها شويه تلج. بتحصل مع كل العالم، بتحصل مع كل العالم، عمل شويه تلج، عمل جلسه بسرعه ما فيهاش اي مشكله، بتحصل، وحس ان هو طبيعي جدا وعايز يلعب المباراه. وبالتالي لما سئل لما كيروش عايز بيسأل الجهاز الطبي قال لهم ان محمد الشناوي هو حارس مرمى منتخبنا الوطني الاول وهو جاهز لهذه المباراه، وبالتالي لو عايز تلعبه لعبه. فاللي بيحصل ده كله والهيصه اللي بتحصل دي كلها والموضوع اللي بيحصل ده كله اعتقد ان هو يجب ان ينتهي خلال الفتره القادمه، لان انا كنادي اهلي دلوقتي استفدت ايه؟ انا كنادي اهلي انا الخسران الوحيد فيما حدث، ان محمد الشناوي على الاقل هيقعد من 4 لـ5 اسابيع، ده بناء على التصريح للدكتور احمد ابو عبلة. طيب انا عندي حراس مرمى جيدين جدا، عندي علي لطفي، عندي مصطفى شوبير، عندي حمزه علاء حمزه، عندي 3 حراس مرمى كل واحد فيهم يقدر ان هو يشيل النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. ولكن انا كنادي اهلي استفدت ايه في ظل كل الاحداث اللي بتحصل؟ هل الموضوع ده هي الحقيقة ولا مش هي الحقيقة؟ هل الكلام اللي بيكتب على السوشيال ميديا هو الحقيقة ولا مش هي الحقيقة؟ كلام كتير جدا عمالين نسمعه، ولكن لما بتخش في الموضوع وبتسأل كل المصادر بتاعتك على الموضوع بتلاقي ان لا يا جماعة ما حصلش حاجة، وان الشناوي اتصاب زيه زي اي، لا زي احمد حسن كوكا، ما هو احمد حسن كوكا اتصاب وهو بيسخن، اتصاب ازاي؟ هل احمال زايده؟ دي اللي نقدر نتكلم فيها بقى خلال الفتره اللي جايه لما نشوف او لما نعرف هل الاحمال كانت زايده. بس انا ما اعتقدش، لان ما بين المباراه والمباراه يعني يومين منهم يوم سفر، فهل الاحمال هناك احمال زايده؟ هل هناك طريقه تمرين مختلفه؟ مش عارفين الحقيقه، ده اللي هنعرفه بقى خلال الايام القادمه لما نعرف من الناس هل التمرين مختلف، هل ممكن يكون في احمال زايده حصلت فبالتالي ان انت تحصل اصابتين في واحد وهو بيسخن والتاني وهو بيلعب. اعتقد ان في شيء علامه استفهام محتاجين ان احنا نعرف، وانا قلت الكلام ده امبارح الحقيقه، ان احنا محتاجين تصريح رسمي كل اللي قاله كارلوس كيروش. وبالمناسبه هي دي المدرسه البرتغاليه، المدرسه البرتغاليه دايما بتتكلم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب اللي هو
انا لما اتسال كارلوس كيروش عن محمد الشناوي قال لهم انا عندي اصابتين، احمد حسن كوكا اتصاب وهو بيسخن ومحمد الشناوي اتصاب في الملعب، هو ده اللي انا اقدر اقوله في هذا الموضوع، وده كان كلام كارلوس كيروش. بالمناسبه انا اثق، انا ما اعرفش الراجل ده على فكره، ولكن انا سي في واتفرجت عليه الماتشين وسمعت عن طريقه تعامل هذا الرجل كارلوس كيروش مع اللاعبين اثناء المعسكر اللي فات. هو رجل البرتغاليين كده، انا اتعاملت مع البرتغاليين كتير، فالبرتغاليين معظمهم كده، رجل صارم جدا، حازم جدا، عنده شخصيه قويه جدا، بيختار اللي هو عايزه، هو اللي بيعمل كل حاجه في التمرين، وهو اللي بيحرك كل حاجه، وهو اللي بيقول مين يلعب ومين ما بيلعبش، وواقعي جدا بالمناسبه كارلوس كيروش. فبالنسبه له ما يفرقش كل الكلام اللي بيحصل، هو بالنسبه له ال11 اللي هيلعبه ويكسب ياخد الثلاث نقاط ويبقى الاداء يعجبه. يعني هو طلع امبارح برضه في بعض التصريحات وقال ان يعني الاداء مش عاجبني قوي، الاداء لسه هيتطور اكتر خلال المرحله اللي جايه، وهو ده اللي احنا عايزينه لمنتخبنا الوطني. مره تانية انا بثق جدا جدا في كارلوس كيروش، واعتقد ان هو لن يسمح باي امور بتحصل، لو كانت بتحصل هذه الامور لن يسمح بها هذا الرجل. وعندنا الفتره اللي جايه ممكن يحصل فيها اي حاجه، يعني لو المدرب او المدير الفني عايز ياخد قرار يستطيع ان هو ياخد قرار يمشي لاعب، يمشي مدرب، يمشي بتاع ده، كل ده المدير الفني هو اللي بياخد القرارات مش حد تاني. وانا اثق الحقيقه في شخصيه كارلوس كيروش ان هو يستطيع ان هو يتخذ القرارات الصالحه من وجهه نظره لمنتخبنا الوطني.